بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في الصميم. ما هي الآثار الفعلية للسياسات التنموية على مستوى الداخل الموريتاني؟ كيف يعيش ساكنة الأرياف هذه السنة التي توصف بأنها من أقسى سنوات الجفاف التي عرفتها موريتانيا منذ عقود؟ سيدنا نطرح هذه الأسئلة الليلة على واحد من العمد الشباب الذين خاضوا تجربة في العمل البلدي على مستوى الداخل، الأستاذ سداتي والميني عمدة بلدية صفني. مرحبا أستاذ سداتي. مرحبا. شكرا. مرحبا. أستاذ سداتي هو عمدة بلدية صفني منذ انتخابات 2006، وهو من العمد الشباب الذين أصروا على أن يخوضوا تجربة العمل البلدي بكل صعوباتها وبكل إنجازاتها وتحدياتها. سنتطرق معه إلى هذه التجربة ربما في نهاية هذه الحلقة، لكن قبل ذلك أستاذ سداتي خلينا نبدأ بسؤال عام حول التنمية في الداخل. وهنا في نواكشوط نتحدث عن كثير من الخطط التنموية، كانت لدينا الإطار الوطني، إطار استراتيجي لمكافحة الفقر، والآن دخلنا في استراتيجية الرفاه المتسارع. كيف تنعكس هذه الاستراتيجيات على الأرض في الداخل الموريتاني؟ بداية أشكركم على هذه السانحة، ومن خلالكم أوجه دعوة للإعلاميين وأن يهتموا بهذه المناطق. أدعوهم الآن إلى أن يسيروا رحلات بعثات، يقوموا بتحقيقات ميدانية، رحلات إنتاج، حتى يكشفوا للرأي العام، وحتى ينبهوا، وحتى يبينوا ما يعيشه سكان الداخل في هذه الظرفية. بخصوص سؤالكم، لابد في البداية أن تسمحوا لي بالحديث بشكل ولو بشكل موجز عن الثروة الحيوانية، أهميتها في الداخل وقيمتها. كما تعلمون في موريتانيا عموما تعيش على الثروة الحيوانية. احنا الآن الاقتصاد الموريتاني إذا كان تكون من ثروة حيوانية وحديد وسمك ونحاس لكن الذي يستفيد منه الجميع هي الثروة الحيوانية. الحوت في واحدين ما يقدوش مرايحته، الحديد يحول إلى عملة صعبة، قطعا عنده آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وربما حياة الناس، لكن الذي يدخل كل بيت هو اللحم واللبن. بالتالي أي ضرر يمس هذه هي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وبالتالي فعلا تمتاز بهذه الميزة، وبالتالي هذه الميزة تؤهلها لأن تحظى برعاية خاصة وأن تأخذ مكانها في الاهتمام، وأن ترسم لها الاستراتيجيات وأن تخطط لها الخطط، وهو أمر لم يحصل حتى الساعة. بخصوص وضع التنمية في الداخل، وأنتم في عمدة بلدية في ولاية من أهم ولايات الداخل، ولاية الحوض الغربي، كيف المشهد التنموي، الحالة التنموية في الداخل كيف تبدو؟ هي حالة إلى حد ما هي حالة قد توصف بأنها مزرية وصعبة في أحسن الأحوال. ما تحدثت عنه أخي الكريم من خطط واستراتيجيات، نحن في الأعماق ما اللي نعرفه اللي وصلنا، ما يخطط له هنا، ما اللي ترسمتم هون في المركز، واللي يخطط له تخططوا له الجهات العليا، احنا قد نقيمه منه ونقيسه الا اللي وصلنا. لحد الساعة ومعدل لا يوصلكم هو لحد الساعة ما توصلنا. حربت الفقر اساسا تدخل مجال الداخل لحد الساعة حسب علمي ما توصلنا. والله بعد منطقتي انا اللي نعرف قطعا ما توصلها منه شيء، وراي فيها 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 جيوب هشة. العاد اللي في بعض الجوانب اللي تهتم بالمجتمعات الهشة أيضا ما توصلها قرعتها من ذاك، من ذيك الاستراتيجيات قرعتها من ذاك التخطيط ما توصلها. وبالتالي هذه كيف ما توصلها؟ كيف يعني هذا كلام لابد يدلل عليه؟ ما وصلتها، ما فيها بنية صحية، ما فيها بنية تعليمية، ما فيها في استراتيجيات خلقت في الفترات الماضية، بناء مؤسسات تعليم ومراكز صحية وفك عزلة، وفي الكثير. كل حال نحن لا نسمح لنا نعطيك كل مساء نفتحوا وسائل الإعلام نشوفوا كثير من عدن الصامة هم ضرك من زمنه من 20 سنة، الإجازات تترى يوميا
تقول انه ما صارك متوه بالطريقه. اسمح لي نعطيك مثال وعلى عهدتي. مثلا نقبل بلديه الصفني، مثلا بلديه الصفني فيها حدودها 9000. هذه 9000 تعرف انها ما عندها مدرسه واحد. هذا شو نقول له؟ نقول له توفير الصحه. ما فيها طبيب واحد؟ ما فيها مدرسه واحد. فيها نقاط صحيه ثنتين كلهم فيها انفيرمير. ما نعرف درجته التوزيع اللي عندها للصحه، ما نعرف. يعني بعد نعرف ان الولوج للصحه في البلديه اللي هي انه ضعيف. 9000 تعرف فيها كم قريه؟ ما تناسب 50 قريه. 50 قريه موزعه بين نقطتين صحيتين، وكلهم في هذا المستوى اللي ما هن الله قاعد له في المدن الكبيره نجبروا على انهم ما فيها اخصائيين. في بعض المدن الان اللي زائده دوديه تحتاج اهل يقيسوا معك شوط اللي يستاصلوها. هذا واقع وهذا حديث الناس، وهذا هو اللي قلت لك عنكم انتم كاعلاميين. شوط، واحيانا حتى السيارات اللي تنقل ايضا اعتقد انها ثمنها غالي. اتذكر مره استضفنا احد الاطباء وقدم ارقام عن هي امبلانس ثمنها غالي، والناس عاد تلجا انها تقبض الباصات، باصات النقل هذه، لانها قل تكلفه، ولان الطريق ايضا ما هي مهيئة للمرضى وصعيبه. وبالتالي هذا هو اللي قلت لك حنا زين عندي اعلانكم انتم اهل الاعلام، اعلانكم تمشوا ميدانيا لياك ما يتم تسمعوا كلام موغل في التشاؤم في المقابل ذاك اللي موغل في التفاؤل. بالتالي فعلا هذه الوضعيه نحتاج نوقف عليها كاملين. انا قطعا واثق بعد الحقيقه هذه الصوره اللي ذكرتكم اللي جابها لها الاعلام. الاعلام من اللي له عشرات السنين يتحدث عن مدارس تبنى، عن فك عزله، عن كهرباء مدن، عن تنميه متسارعه، عن مكافحه الفقر، عن محو اميه. هذا تبارك الله شايب لها الاعلام. عموما يقد عود خالق الله اعلم. انا اللي نعرف لا انك اللي تمشي من هون الى النعمه لا تشبر الطريق خاسر. قاعد ينشاف اليوم تبدا من هون، من 3 ساعات تلحق تنويش تبدا لك طريق. المقاطعات الحوض الغربي مثلا، مقاطعات الان مقاطعتين كبار مهمات فيه، تام شقط وكبن. تام شقط حتى الان ما فات بصرتها طريق من قديم لايام زمان، ان لم يكن قدره معهود كردود كما كان يقول بعض شعرائهم، او كدروه فرنك رنك. الان ما زالت بنفس الوضعيه. كوبني القدرون اللي كان قايسه الان ما غير موجود، والدور تعود تشتو. النعمه الوصول لها الان صعب. هذه حد ولاته، هذه مناطق، هذه مقاطعات صعبه هون على طريق روسو. هذا طريق حيوي وواصل مع دوله جار ونشط، ومع ذاك تعرف انه خاسر. هذه ما هو تهويل، هذا حقيقه. وشين عندنا فطن نقولوا، انا بعد فطن شين عندي على نعود في دولتي وفي الزمن نعود مثلا نتحدث عن الطريق، والله مثلا نتحدث عن الولوج للصحه. واهل الاعلان قطعا الدور تعودهم اراده ونيه صادقه عند الجهات العليا، غير واهل الاعلان فهم جهات اخرى. دون ذاك ما عاد تحرص على ان تنفذ ذاك اللي عاد. ماذا عن التعليم والولوج للماء الصالح للشرب على مستوى بذات؟ خلينا نقبض المناطق اللي انتم عندكم التجربه والاطلاع فيها، لنقول الحوض الغربي، الحوض الشرقي، تعليم. المنطقه اللي قريب من مجال عملكم البلدي. تعليم اغرب شيء فيه، لان حسب وجهه نظري لان الان مازلنا نقروا خارج الاصلاح الجديد. لماذا؟ لان اللي قال له معلمين انا مستقروا خارج سابق 99 سابق الاصلاح المعتمد حالا، الاصلاح الرسمي المعتمد حالا 99 مازلنا احنا نشتغلوا خارجه. معناك ما بتتخطوا الالفيه الثالثه. لماذا؟ لان المواد المدرسه بالفرنسيه ما فتنا عندنا قاعدين نوفروا لها مدرسين بالفرنسيه. بالتالي ازمه قرايه الفرنسيه ازمه خانقه وموجوده. الطلبات يوميا، المراجعين يوميا يدوروا قرايه الفرنسيه. وبالتالي اي مدرسه ما فيها قرايه فرنسيه قادرين على يقروا المواد الفرنسيه، مصير ابنائها شنو؟ الرسوب. وهذا هو من الاسباب الاساسيه في تدني مستويات النجاح في المسابقات الوطنيه في هذه الولايات، لان الناس تمتح عن مواد اصلا ما قراتها، لانه يعني في قرابه قريب من نص المواد تقرب الفرنسيه وفق اصلاح 99 المواد العلميه. وبالتالي الناس ما قراتهم، ما جبرت ما تقراهم نهائيا، ما جبرت قرايه تقرهم. اما ومشاورها واحدين ما هم قادرين على يقروا، لان النظام الازدواجيه اللي عاد الناس تخرج فيها ظن ما يراعي الكفاءه.
وبالتالي يقد واحد يمشي على انه يقري الفرنسي وما يقدر يقري، حد ما يقدر يقري الاحرف الابجديه للتلاميذ، ما يطلب منه على انه يقري بها مواد في السنه النهائيه من التعليم الاساسي. اذا الان شفنا ملامح وضعيه التنمويه في الداخل، وقسمتوا فيها الصور على كل حال تعكس مستوى كبير من الهشاشه. لا هنا هذا فيش حساب نقيس المحور المتعلق بالجفاف لانه هذه السنه مش مميزه. انا سنه جفاف عندنا مزاء المياه. أيوة. سولته عن المياه صحيح. انا اقدر نقول لك ان رغم ال ان فهمت مثل شهود وانا لاحظه وشاهد عليه اعلن مازال القاسم المشترك بين المناطق الداخليه عموما بما فيها مدنها الكبيره هو العطش، وهذا ظهر اعلن جهود تنبذل لان فعلا جهود هيك هي ملموسه واضحه، واحنا بعد بلديه الصفني قطعا استفدنا منها كثيرا وما زلنا لا ينجو بعد ما زلنا على العموم القاسم المشترك بين المناطق هو 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 العطش، لان ذي الجهود اللي تنبذل تعدل بطريقه ظاهر اعلانها ما هي مدروسه احيانا. المشكله فيهم جايتها من علينا، الخوخه فيها من علينا ظاهر اعلانها. احنا شفنا قبل ايام مدينه النعمه فيها مشكله عطش حقيقي، شفنا تبادل الاتهامات بين السلطه والمعارضه الاخبار والنعمه عاصمه الولايه الاولى في موريتانيا. بس شنو الخوخه جايه من علينا؟ هو فهم ازمه والله واقع معروف، لان بعض المناطق ما فيها مياه، مياه فيها مياه سطحيه، بالتالي جفافها نضوبها سريع. الحل الامثل هو اللي بدوا فيه تجربه بحيره تظهر، ان هذه المناطق اللي مياهها سطحيه يلا تجلب لها مياه من مناطق اخرى فيها مياه، وبالتالي الامور اللي قلت لك على ان احنا نعدل سونداج يبذل فيه ياسر من الجهود غير ندار على مياه سطحيه، سنه واحده سنتين تفرق البحيره ترجع الناس المربع الاول، هذا حل ما هو جذري. الحل الجذري هو يلبد البدايات يسوى بعدها، لان الله يكلف فيها لا يحل مشكله ولا يعد تكلفته نهائيا. اذا منع حلول خلقت مرتجله وعلى اساس دراسه صحيح تماما، حتى التنقيب اصلا تعود احيانا خلينا نقول في سياقات سياسيه معناها ربما مهم وتوفي تندال. لا نختار نقرا هذيك القرايه، انا بعد ما نقاري هذيك القرايه انا قاريها على انه توفي على الناس اللي تكلف هذه المهام. احيانا يخلق فيها شيء نقول تحمل المسؤوليه والمعطيات اللي تنعطى تعود معطيات ما هي دقيقه، يعني احنا عندنا تجارب تنقيب يعدل ولين يجي الحفر لا يخلق هو التنقيب اصلا نتائجه كانت كاذبه. انا ضعف الكادر الفني المعتمد اصلا للمراحل الاساسيه للمراحل التنقيب، هذا يكلف ميزانيه الدوله تكاليف كبيره ولا ينعكس على حياه الناس. تنعكس عليه. هذا من الاسباب، الاسباب الاخرى ثم اخبرها. جيد. لين وصلوا للموضوع اللي ربما الاكثر اهميه بالنسبه للموريتان كاملين، عرفنا هذه السنه انها شهدت نقص كبير في تهاطل الامطار وخاصة في المناطق اللي فيها خزان الثروة الحيوانية بشكل كبير، الولايات الحوضين وبعض ولايات الضفة. شنو هو الآن؟ أنتم أظنكم أغلب وقتكم تعطوه في الداخل في البلدية اللي أنتم تديروا من أكثر من 10 سنوات، شنو هي واقع الناس الآن؟ وإحنا دخلنا في الشهر الرابع من السنة، من دخلنا في عز الصيف بدون نقول عنه. هذا فعلا سؤال في الصميم، وإحنا فعلا أمام سنة جفاف صعبة، ولين نتحدث عن جفاف ما نتحدث عن جفاف بفعل شخص ولا بفعل جهات. أنا ما فهم جهة تتحمل مسؤولية الجفاف، هذا قدر قضاء، بالتالي أن يحصل الجفاف تتأثر به الناس هذا لا يتحمل أحد مسؤوليته، لكن اللي ما هو مقبول واللي ما هو يا الله أننا نعود من تأسيس الدولة إلى الآن نمر مراحل جفاف بسنوات جفاف ولا نرسم استراتيجية واضحة للتغلب والله للتخفيف من أثر هذا الجفاف. احنا من تأسيس موريتاني يضربنا الجفاف، وهذا الجفاف بشكل دوري كل شكل كل من كل خمس سنوات مرة عشرة من كل المعدل اللي يقولوه البادية تجربتهم هو أعلن من كل أربع سنوات حسبتها البادية من كل أربع سنوات إلى خمسة يجي سنة جفاف. ما في استراتيجية، تقول انه ما في استراتيجية وطنية لمكافحة آثار هذا الجفاف؟ احنا بعد ما شفناها. ما شفتوها. انا بعد من 2006 وش لا شفتوه انتم؟ احنا ما شفناها. اللي شفنا على ان لين تخلق سنة جفاف تبدأ برنامج استعجالي، ذاك البرنامج الاستعجالي. طيب سامي الحقول المعالجة، شنو هو معنى الجفاف في الداخل؟ شنو هو كيف ينعكس في حياة الناس؟ نعم. معناها الجفاف في الداخل هو انعكاساته، ما هي انعكاساته تظهر لكم انتم هون. هذه المدينه الان مليئه بالناس من اسباب
تراكم السكان هون ومن اسباب الفوضويه في التقرير في السكن خلقت العشوائي هون تاريخيا هو موجه الجفاف ضربت بريطانيا في السبعينات والثمانينات. هذه الناس اللي في الخارج ارباب الاسر واللي يقيسوا الخارج ويهاجروا احيانا ما تروا يرجعوا من اسباب هجرتهم الجفاف لانهم كانوا عايشين على زيد. انا ندور تاثيره على الناس اهل القرى اهل الباديه الناس كنت اللي تعرف ناس كنتم اللي تعرفوا حياتهم اليوميه في ظل الجفاف شو الفرق بينها هي وحياتهم اليوميه في سنه خصبه وسنه فرق كبير جدا لانك انت في سنه الجفاف الناس تتحول من البحث عن لقمه العيش للافراد الى البحث عن لقمه العيش للحيوان ولا يعود الحيوان ايضا اللي كان هو اللي معيوش منه عاد 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 يعيش على الناس يعيش على الناس ولا هي تخلق مخلفات اخرى صحيه مثلا اللي قالوا العمل الليلي اللي قالها الهشاشه قالوا عمد العمل الليلي معناها التعشاش يقولوا له أيوة العمل الليلي العمل الليلي هذا مظهر مظاهر الجهالي ان الناس بيئتها بتجد التغذيه تماما ايضا اللي قال له الهشاشه وسوء التغذيه هذه كامله تخليك من جهالي ان الناس اللي هي عايشه على ايش؟ عايشه على الحيوان على الابن وعلى لحمه وعلى اللي تبيع منه تشري به منه السوق. الان هو لم يعد به الابن ولم يعد له لحم ولم يعد صالحا لان يباع في السوق حتى يشترى منه. بالتالي مات له الناس فعلا تصور مورد الاقتصاد الاساسي حتى يعمر الاقتصاد مورد الحياه هو مورد الحياه يكاد يكون حاق بعد انت موفر السيوله اصبح هو اللي يحتاج توفر له السيوله اللي يبقى على والناس اللي قال المنمين اللي قال الداخل والباديه رزقهم هو هذا. تصور الان تاتي لواحد رجل اعمال تقفل مؤسساته ما شنو ما تتوقع منهم؟ معناها هيئته للخساره هيئته للتلف خسرته نهائيا معناها ضيعته. هذا نفس الشيء هذول الناس اللي يجي الجفاف لا هي تلفوا نهائيا لا هي خسروا وبالتالي عود امالهم شنهي واللي خرصوا شنو خرصوا الله يدر به الدوله لان الدوله في النهايه هي الحاضنه للكل هي المراعيه المصالح الكل هي اللي تحل مشاكل الكل وبالتالي تعود الناس راك تسول عنها هي المسؤوله عن عن هي المسؤوله عنها عن توفير الخدمات الاساسيه للمواطن وعن حمايه الاقتصاد والثروه الوطنيه. الناس الان انا جاي من شهر الاعماق والناس سؤالها الوحيد هو الدوله ايش عدلت هذه السنه؟ منين هو القمح؟ منين هو ركب؟ منين هي ادويه الحيوانات؟ هو السؤال لان الناس فعلا تبحث عن هذا. وهذا السؤال جاوبوا عليه باش كانوا مشاهدين برنامج يحضروا فيه. اللي تخلق الان عمليا اللي الى الان اللي ينقال له برنامج اللي معنيين به المنمين ما فيها تخلق الى مستوى الحضر الغربي بعد العرف ما فيها تخلق هو الاول وقريب من ست اشهر لا نقول لك الفاتخلق ست اشهر قطعا اعلن عنه لا نقول لك الفاتخلق ونشوفه وخلوا الناس كامله تقيم وتعرف كانوا يعني المنمين الفاتخلق على بعض اباتيك اباتيك امل اللي كانوا مجده كانوا فتحه اصلا مفتوحين للناس اللي والدخل المحدود هذا برنامج امل مشهور اللي من 2004 ايوه هذا اللي فات خلق شنو؟ فات خلق لان هذه الحوانيت اللي كانت مفتوحه اللي والدخل المحدود والفئات الهشه لانها عاد كلها تمشالوا اطوان. احنا مثلا بلديتنا اربع اباتيك كلهم عندهم جاتوا جاوا مره اربع ثمان اطوان ومره جاوا ثمان اطوان مره اخرى تعرف مستفيد منها معناها فجات تقريبا حدود 16 طن 16 طن هذه بلديه فيها 9000 وبلديه مشهوره انها بلديه منمين لان هي من البلديات اللي تكاد تكون معتمده على الثروه الحيوانيه الاطر فيها قليلين ناس فعلا ما زالت تعيش على هذه الثروه وهذه التنميه. الناس اللي الطريقه اللي يبيعوها بها لا يجي مواطن ويجيب كاردانديت وتنطى له زقيبه واحده واللي يستفيد منها زقيبه واحده واللي يستفيد منها القريه اللي فيها لان فعلا هي ما هي قادره تتخطى ياك. الناس اللي في القريه اللي فيها البوتيك كلها لا يجيب يقبض سقيبه واحده وفي المقابل شو يخلق؟ الكميات اللي كانت تمشى على انها تنباع للفقراء اختفت. كيف؟ اختفت ما تلاقي شفتوا كميات كانت البوتيك أيوه. اصلا مفتوح الكميات تنباع للفقراء فيها الزيت وفيها الارز وفيها السكر وفيها قمح. هذيك توقفت؟ هذه توقفت. من اللي له كم تقريبا؟ من الساعه اللي شافوا هذول الاطوان. لا طاحوا عليهم وبالتالي ما تلا تجي في بلدية صهني بعد العرف يعني معناها عنهم قفروا عن الناس اللي كانت اللي كان يخلق ما مقدرين الجمع بينهم بين الحيوان والانسان الجمع بينهم خطروا يحكموا عن البشر ويطرسوا ولا طرسوا للحيوان لان اعطى الحيوان. انا نقول لك على اللي يخلق فم ما فات عاد شيء للحيوان.
مازال خالق. انت تتصور على المواطن تعطال زقيبة ويعطي شهرين والله لا تعطال زقيبة، ما هم مالين مالك الحيوان هاي تنعطل عادة المتوسط اللي يعود عند الأسرة إذا افترض يعني كأنك بضوك متوسط بشكل تقريبي اللي يعود عندها من الحيوان، هذا هذا المواطن اللي رب أسرة اللي جاب زقيبة كم اللي يعود عنده في المتوسط من بقرة ومن من عنز ونعجة يا ما هو يا ما هو مخرص به اللي قاعد في الغالب يعود ما هو اللي يقبض زقيبة اللي يقبض زقيبة عادة الناس الفقراء اللي اللي هم اللي ساكنين فهم اللي هم اللي ميدانيين لأن المنمي خارج الدشرة ماشي في الانتشاع لا يتنقل جاي لياك يقبضش لا في قيمته وبالتالي اللي متاح له الزقيبه كاع ما هي راده سوقها ما هي راده سوقها وبالتالي ما يدورها بالنسبه له ولا يعود مشاشوره مالي ولا مشاشوره هو واحد هو بعض الناس حدثني بعض الناس ولا هم من اكثر ناس حيوان لانهم كل ليله يصبوا ثلاث زقايب واحدين منهم قالوا لي احنا نفكروا احنا اللي ماشيين فيه على ان الى لي سلك حيواننا نعود مع نهايه الفتره نعود وشريناه من جديد انا اتكلفنا فيه ثمن اذا كل ليله يصب ثلاث زقايب ولا يتعطيه يعطيه البرنامج زقيبه مده شهرين تقريبا الدوره كامله اللي فات خلق منها دورتين زقيبتين هو اللي فات خلق منها انطلاق طيب ياك ما نمشي في تفاصيل جزئيه حتى انتم عمده من عند من 2006 الى الان 12 سنه المفروض انكم عايشتوا ثلاث تجارب جفاف ثلاث تجارب تدخل كانت في 2007 وفي 2012 وهاي الان هي التجربه الثالثه من درجه هو قدوا تعدلوا مقارنه بين الاستراتيجيات اللي كانت معتمده في هذه التجارب الثلاثة هي كان أكثر نجاعة وش ميز كل واحدة منها عن الأخرى شو هي 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 هذه المراحل يبدو أننا هنا سابقا نسمحكم الإجابة نمشي شهر فاصل إن مشاهدنا الكلام فاصل قصير نواصل بعده حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها عمدة بلدية الصفني الأستاذ سداتي والميني لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج الصميم التي نخصصها لوضعيه التنميه في الداخل في ظل سنه الجفاف التي توصف بانها الاقسى منذ عقود. ضيفنا عمده بلديه الصفني الاستاذ سداتي والميني. سيد العمده سابق الفاصل طرحت لكم سؤال عن مقارنه بين هذه التجارب انتم عايشتوها من موقعكم في عمده البلديه تجارب في التدخل استراتيجيات حكوميه لمواجهه حالات جفاف. الأولى كانت 2007 والثانية كانت 2012 والثالثة هذه ذرك اللي ذكرته شيء من معالمها نفهمه شنهي كانت شنهي الميزات اللي ميزت كل واحدة منها شنهي الأدوات اللي استخدمت في كل واحدة منها لتنفيذ التدخل اللي معتمد رسميا وحكوميا هم فهم تجربتين 2007 و 2012 متقاربات من حيث الوسائل المعتمدة وطريقة التوزيع نفس الوسائل وطريقة التوزيع الفرق بينهم شنو لأن في 2012 امتازت بعلن الكميات اللي جات من مادة تركل لأنها كانت كميات رديئة وبالتالي خلقت ياسر من مراد حول آثارها قاع على الحيوان وياسر من الناس هابيق بعضها ولذلك هي الآن مازالت في سطوك العيون الآن في منها كميات كبيرة مازالت يم 600 طن أعتقد بدأت الناس الآن بعضها يشريها هي كانت ميزة 2012 علنها موادها في ركل كان هو المادة الأساسية كان سيء رديء شنو آليات التوزيع فيهم؟
2007 و2012 للتوزيع هو لجنة. كيف توزع كانت هي فهم اللجنة لجنة المقاطعية عضوية رئاسة الحاكم المقاطعة عضوية عمد البلديات كاملها ومندوب عن البيطرة وهذا يجمعوا ويمنحوا لكل كل كل بلدية انطلاقا من تقديرات عدد الرؤوس اللي فيها وتأثرها بالجفاف تخصص لها كمية توزع عقب ذاك بلوائح على توزعها البلدية بلوائح على المنمين انطلاقا من معرفته هي ضمن اللجان لأن احنا كانت عندنا لجنة معنية بهذا توزع للمنمين حسب أيضا عدد الرؤوس اللي عندهم. هذه نفس الآلية هي اللي عدلت في 2012 غير كانت ميزة 2012 أن المواد اللي كانت فيها خاصة رك الماء كانت جيدة وبالتالي ياسر الناس على بعضها. ميزة الصيد السنة رجع على أنها احنا اللي نتكلم عنه الآن اللي أنا هو احنا في عملية لسنا جزء منها. كيف؟ هذه العمليه كان الان كبلديات ماكو جزء من العمليه ما جزء من العمليه اللجنه المقاطعيه هذه ما هي خالقه ما هي معنيه بها ما هي خالقه الى الان معناها عن امال السلطه الاداريه ما هي اكو اللي يقولوا اللي مؤكد منه لان العمد ما هم جزء من العمليه بالتالي ما يعرفوا اللي جاي شنو ولا يعرفوا الاساس اللي معطي عليه ولا يعرفوا على كم من عطى منه ولا يعرفوا اليه التوزيع مثلا يعرفوها يعني كيف العمليه تستهدف المواطنين انها تعود طريقها ما فيه منتخبين ولا فيه سلطه إدارية. هذا هو الحاصل لا يجمل علينا هذا يبدو انه من عند مفوضية الحوانيت وهذه العملية مفوضية الأمن الغذائي الحوانيت بدون إشراك لا الإدارة أبدا المحلية ولا بدون إشراك بدون إشراك العمد قطعا وبدون إشراك الإدارة اللي قالت لنا هو ظاهر ملي لأن هي كانت مشركة تعود عندها لجان وعندها وبالتالي قطعا ما هي مشركة في العملية اللي خالق شنو هو وهنا بعض أهل الإعلان هذه الأمور كل ما كانت الدائرة اللي تدور فيها ضيقة كل ما كانت قابلية الفساد فيها أكبر يعني أي عملية شهودها كل ما قلوا تعود أكثر قابلية الفساد وفي الناس تتحدث الآن عن رغم أن اللي فات خليك محدود يعني الناس تتحدث عن 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 طرق فيه أمور ومنح ما هو ما هو ما هو ما هو يا الله الله أعلم كان حق والله ما هو حق إحنا بعد كعمد ما قط وسولنا عن الآلية اللي الله توعد شنو حضرك الزقايب اللي وزعوا للناس تو ماكم ما نعلمين بيها تو البلدية اللي مشرفين على عليها اللي توما رئيسها الناس اللي فيها قبضة الزقايب ماكم تو اللي عاطين لوائح ما عندكم رأي فيها لا نقول لك لأن البوتيق الأول الكمية الأولى جات وبيني معاها كيلين بنفس اليوم أنا مقيل القرية بيني معاها كيلين علمت بها لو جاوني واحدين شاكين أنهم صلب وبالتالي ما نعرف اللي جاء شنو ما عندي به علاقة ما نعرف على أي أساس يصرف إلى اللي خلقت فيه مشكلة ما نقدر ندخلها به الرواية ما تعنيني إذا خلق فيه فساد والناس جات تشكي من بعض التحايل فيه الفساد ما قد نتكلم فيها لأن الرواية ما تعنيني الرواية ما تعنيني وبالتالي اللي خالق شنو على أن العمد الرواية ما مرت بهم ما يعرفوا اللي الله ينعطى كم ولا يعرفوا معطي أي أساس ولا يعرفوا طريقة اللي وزع بها شنو وإذا خلقت فيه مشاكل ما تعنيهم به اللي ما الرواية ما هم داخل وهذه سابقة وأنا بعض أهل أعلنها لا فعلا أعلن فهم بعض الجهات اللي حريصة توها على أن تتم دائرة ضيقة اللي ياك تم يخلق فيه طبعا تجربة سبقت هذا اللي تجربت 2003 واللي قال على أنها قد تعود حسب الصدى اللي نسمعه عند بعض المنمين وبعض المواطنين العاديين كانت أكثر فعالية لأن اعتمدت مقاربة تثبيت السعر بالذات سعر القمح اللي هو المادة الأساسية عند شيء محدد أعتقد أنه كان حدود 2000 وقيل وخلاص خلاته ثابت بالطريقة من رأي ذاك بونا مؤشر السعر زيد تجارب 2003 2007 2012 2017 كيف يبدو تطوره هو تطور خلينا قبل القمح مثلا كمادة أساسية في الموضوع القمح الآن هم الآن اللي مسعرينه به في هذه التجربة أعتقد أنها 3000 وإذا قاع ما هو الإشكال أنا أهل أعلن تجربة 2003 اللي نسمعوا عنها لأنها كانت تجربة جيدة لأنها فعلا هي اللي تقد أولا تقضي على المضاربة لأن فعلا الرواية اللي تعود موفرة كل حد يشري منها حاجته أولا ما تلاقوا التجار قاعدين يحتكروا أنت تعرف أن الآن في العيون أنك لا قبض تفضلك لا يتقبل الدور القوة قد ما تجبر منه حاجته اليوم حلو لأنه جي منه سيارة وحانا وأظن أنك لا جبرت هم اللي ما أنك تراها بالتلاف ما هي تراها ب6000 اللي شفت حد فات كتبهون على صفحة البرنامج أنا قريب ما 7000 تقريبا أكثر من عند ست ما بين 6 و7 ولا تجبر منها حاجتك الإشكال ما هو في السعر إشكال في الوفرة معناها عن عملية هذا هون شو يقولوا البعض يقولوا عن عملية التدخل اللي فات أجبر منها لا زيادة الأسعار
يضربوا لي مثال في قضيه ركل، على ان الدوله في سياق برنامج التدخل قبضت عند المصانع اللي موجوده ومنتجها منها من الماده، واللي انتجها هناك على ان اسعارها ارتفعت. اذا تعرف سببه على ان احنا نبدو العمليه متاخرين. احنا واضح انه من عند غشت على ان سنه جفاف، لان تسقطت المطريه ما كانت خارجه، وموريتانيا كامله كانت جفاف. لماذا انتم تحرروا الى اخر لحظه إيه المواد؟ يا الله ذا الستوك اللي كماندين هما والطلبه اللي معدلين، يا الله يعدل في ذاك الوقت اولا، ودي زحمه على المصانع ما هي ياسر، ونتفاداو على ان ناثروا على السوق من خلال هذه العمليه اللي هي الثانيه. اعلنا نعود فعلا انطلقنا انطلاقه مبكره. انت تعرف اعلن في بعض الناس الان اللي حيوانات لحقت من 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 التعب، اللي الكميه اللي تحتاجها من الحش هي تكون مدوبله للكميه اللي كانت اللي تستخدم اللي تقبض بحاله العمليه انطلقت في وقت مبكر. وبالتالي كل ما تاخرت العمليه كل ما كانت مردوديتها اقل واثارها اخف لايجابيه، وكل ما كانت ايضا اكثر تاثير على السوق سلبي. هون يطرح شيء سؤال، لانه احنا فعلا متعودين كاملين على اننا تسول عن الدولة، كيف قلت الناس تسول عن الدولة علينا، يا غير اللي في النهاية يلا يسول عن المواطنين علينا، وبالذات بعض الناس اللي تمتلك كميات معقولة والله قاعة كبيرة من الحيوان. لماذا ما تعود هي عندها استراتيجيات زادية خاصة بها تدبر بها أمرها، تبيع شيء من حيوانها اللي أنت تسلك شيء تقترض تعدل؟ هذا الاتكال الكلي على الدولة ما أعرف، مع أنه فيه مبالغة خصوصا بالنسبه مع الناس اللي الهشه اللي عندها بقره وبقرتين وناقه وناقتين، الناس اللي عندها 50 100 200 300. وفعلا هذا 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 نظريا مقبول وهو ليالا، واحنا بعد قطع عندنا جهود في هذا يتعلق بالتوعيه، لان فعلا هي توعيه المواطنين على اعتبار هذه الثروه على انها اقتصاد، ولأنه تستخدم فيه الآليات المستخدمة في الاقتصاد كامل. هذا هو ليالا. احنا قطع عندناش من التحسيس والتوعية في هذا، يا غير ملي ضعف الوعي عند السكان وقلت اهتمامهم بهذه الجوانب ما يجعلنا احنا نترخاو فيها في. وانا بعد للأسف وشين عندي على ان بعض الناس خاصة في القطاعات المعنية يقول على ان الدولة قاع ما يلا تتدخل يكون لصالح الناس الضعيفة، حد عنده ثلث زوايد اربعة ثنتين في فعلا بعثة عقب لها تدخل هي بلدية صواني تدق لها حد عنده ذكرتين لها ثلاثة تمزة. هذا ظاهر لأنه ما هو احنا يلا نعودوا فعلا نشتغلوا على جانبين، جانب التوعية ورسم السياسات. لماذا ما تعود القطاع البيطرة هون وفي الداخل عنده مراكز ومكاتب توعية الناس وإعداد لها دراسات في هذا المجال وتأطيرها وتكوينها عليه؟ الحاصل على ان هذول الناس الدولة ما هي معتبرتهم فقراء لياقة تم تعطيهم تعطي الفقراء، ولا هي معتبرتهم أرباب عمل وتهتم بهم كيف اهتمامها بأرباب العمل اللي هم تفتح لهم باب للتكوين والتأطير والاقتراض، وزلنا لهم يجون القرض لأن فيه مشكلة كبيرة في صندوقه. هذا اللي خلى شنو؟ على الناس تكلت على ثقافتها هي الشعبية وعلى واقعها. من درس أسعار الحيوان قاع الآن، لأنه البعض قاعد قد يقول لأنه انو قاعد لها هم راك يبيعوه قد ما يراو فيها ما يراو قاعد فيه شيء مخض مشي. إشكالية الحيوان الان لانه ينباع منه الا اللي صالح للاستهلاك، معناها اللي صالح للذبح ومعناها وهذا محدود اللي فعلا منه هو. وهذه معادله على ان الحيوان اللي يضعف حتى يغلى ياكل اللي منه سمين يغير يقل. وبالتالي الحيوان الان انت تبيع منه الا اللي سمين قليل، ما هو خالق منه شيء، مربيين واحدين فعلا يتكلفوا فيه ياسر اللي ياكل يوصلوه لدرجه انه قاعد يقيس السوق وقاعد يقيس المستهلك. وفعلا لا يعود لين تخرص سعره، لا يقول الحيوان غالي. يا غير هذا كم من الثروه الحيوانيه قاعد تمتد لضرك ما هو خالق. انا ظاهر لي على ان هذه الناس على ان الدوله لين نختصر في المحور بين اللي نختار نشوف معك موضوع المحور البلدي، عمل البلدي عموما وتجربتكم في بلديه نصر. مازال عندي فيه شوي بشكل سريع. احنا اهل اعلان الدوله يلا تعود عندها برنامج للمنمين على غرار برنامجها للمزارعين. انت تعرف القرض الزراعي شنو كم يدخله من المال، كم يقرض الاسمده اللي كانت في سونيمكس اللي تعرفوا عمليتها كم فيها من الفضاء. القرض الحيواني عباره عن صندوق
مؤسس من 2010 عندي عنه الى الان ما قد تقرط شيء. ما انا الله قاعد للاسف ما قد تقرط شيء الى الان الى اليوم. ما انا الله قاعد للاسف 10 ثمان سنوات موجود وراء ومقره في العيون. اللي موجود شنو هي دار عندها انا بري منكم عندكم اخباره عندنا اخباره. ما انا الله قاعد الاخطر من ذاك شنو حاز على الصناديق. صناديق اهليه كانت معدلتها القرات تشتغل عليها معدلتها مشاريع صغيره مدير الدخل قبض منهم كلهم قبض منه 440 الف 40 كمساهمه و400 كمشاركه في قرض لها عدلوا لهم مشات ال 400 والقرض ما خلق مشات 40 و 40 قاع مساهمه في الصندوق و400 على انها مساهمه القريه والله الصندوق في, في, في المشروع اللي هي اللي هي اللي هي ينضخ فيها اللي هي يعطيها القرض واذا كان ما خلق منه شيء 20 صندوق مشات كامل بقات الخطه تنتظر معه وعمال مشاو وناس وطايره وهو تقريبا لا يعود تدخل ميزانيه تسيير حدود 60 مليون منين الدوله؟ الصندوق لماذا ما يعود كيف صندوق القرض الزراعي مراقب ومهتم به ويفتش ويفعل وتنعطى منه لماذا بتعود الناس شنو السبب؟ انتم عمده اكيد انا اهل العلم انا اهل انه لا قله الاهتمام شو قدر شو قدم لكم من الاجوبه؟ لا بد انكم تطرحوا وسيله هم اللي يقولوا على انهم الناس ما حد الاداره ما حد فهم ما عندها جوار تقول على انها ما وصلها شيء غير انا بعد تحليلي لان لا احنا على مستوى مستوانا المركزي مازلنا ننظر للمنمين نظره دونيه ومازلنا ما لنا مقتنعين بانهم جزء من الاقتصاد الوطني والله اللي اعلنا ما حدنا ما هتنا عدنا مقتنعين على انه جزء من الاقتصاد الوطني وانا بعد كنت متفائل انا عن اللي معدلين في مجال السمك واللي معدلين في مجال الزراعه واللي معدلين في مجال المعادن هذا القطب الاخر اللي قال له الثروه الحيوانيه اللي لا يقل اهميه ظهركم انتم عدنا ما هو معدل ما هو نهائيا وانا بعد كنت متفائل مع انشاء ذاك القطاع الخاص بوزاره البيطره لانها بدايه اهتمام غير للاسف هم اللي ما شفنا فاتخ لك شيء شفنا الناس اللي انا راه الاعلان باختصار على النيابه تبعود من السنوات اللي انبتها والله قاعد سنوات كامله يعود مفتوح قرض للمنمين يبدا من مارس وينتهي سبتمبر يبدوا ينعطى لهم ويسدوها في سبتمبر في كل عود مفتوح يعود سنوي متوفر دائما ويخلق دعم ويخلق تأطير على المجال كنت تقولوا لي هو اعتبار هذه الثروه جزء من الاقتصاد الوطني تنميتها بطرق ذاتيه واعتمادا على الوسائل الذاتيه واهل اللي صار لهم روايه ثانيه مهمه على ان احنا لماذا ما نؤذي اللحوم اللي تفضل هون لماذا ما نعود نصدرهم قد سمعتوا شيء عن هذا الشيء يتعلق بهذا احنا المغرب هاي تستورد اللحوم حاوياتها يجونا يوميا ويرجعوا خاويين لماذا ما عندهم اتفاق بيننا احنا وما نصدر لهم ماده اللحوم اللي عندنا ترى ان الناس اللي تجي السنه قالت تبيع الحيوان على انها تمشي تحت وابل النيران وينقلع منها ويسلم منها كل نهار احنا يلا نفعلوا ونخلقوا اتفاقيات مصنع الالبان في النعمه الان لك بعد انطلق ونجح هو دبل لو عاد قاعد هون ينباع في نواكشوط يا غير تعرف انه الان ما يقدرش برباش يشغله لماذا؟ لانه ما الاستراتيجيه اللي معدله له ما هي منطلقه من واقع الناس وتوف انت لين يجي الشفاف الناس اللي تمشي بحيوانها يلا تعود في مزارع خصبه يتم فيها الحيوان يتم تعود ماد اللبن فيه ياسر وقاعد يوفر في كل الظروف ما هو نعود معتمد الا على عقليات الناس وتوه منهم عن زمن الخريف وعد عن السؤال اللي قالوا التنميه الريفيه والبيطره ايش يعدلوا عمليا في الداخل خاطي دق الحيوان في بعض الفترات يعني هم ايش ما يعد ما في استراتيجيات كيف اللي تقولوا هم ايش يعدلوا عمليا ما نعرف انا بعد ما نعرف انا مصور سؤال ندور المشاهدين ما حتى سمحونا احنا نواك شوط ياسر من امور الداخل اللي عفوا حتى احنا سمحونا نقول لكم على اننا ما شفناهم يعدلوا شيء خالق اللي تجربهم ولا من عدل عدل دقات يجيبوا الحيوان يدلوا في القط ويدقوه وش من الناس ما يدق عندهم قاع ولذلك هم الان ما يقدروا يعطوك معطيات انا اعداد الرؤوس الحيوان لان الناس هم معتمدين على الدقه ودق الناس ما تعدل لهم من عدل يعدل لهم وسائله الخاصه سيد اياك ما يبقى لنا الله بعطي اياك يبقى لنا شوي من الوقت تشوفوا فيه العمل البلدي انتم كيف ذكرنا في مقدمه الحلقه من الشباب القلائل اللي صبروا على تجربه العمل البلدي في الداخل دخلتوها من 2006 وعيد انتخابكم المرة الثانية في بلدية الصفني انتخاب شاب قاع في بلدية في الداخل رواية ما هي طبيعية وإعادة بالثقة أيضا رواية قد تعود أقل طبيعية من ذاك هذه التجربة دون الحديث عن جوانب الشخصية فيها شنو هو أهم إنجازاتها وأبرز تحدياتها بارك الله فيك وبعض الناس يقول على قاع دخوله في حد يترشح لبلديات ريفية قاع شاب على أنه لا مستوى من الجنون غير بعد على العموم أنا راه الإعلان البلديات في النهاية على أنها هي أهم وحدة
في التنمية الموريتانية، وهي أقرب أقرب وسيلة للسكان، وبالتالي يا الله تفعلا تقضى لها الناس، يا الله تدقيسها الناس اللي قاعدة تعدل فيها الشيء، قاعدة تعود قريبة من المواطنين. وإحنا بعد في تجربتنا رغم علينا أنها تجربة فعلا متواضعة، حكم قاعدة كامل الخبرات والوسائل يا غير بفضل الله يتحقق فيها قدر منه. خلينا نشوف الصعوبات اولا اللي واجه، ابرز التحديات اللي تواجهكم على ذلك نوصل لاهم اللي عدلتوا. انا اهل الاعلان قاع للعمل البلدي بشكل عام، لانه فيه نقاط كبيره الى ما تمتس لا يتم الصعوبات فيه الا متكرره. انا اهل الاعلان النصوص لانها ما فات جبرت من التغيير اللي يناسبها، وهذا لا مركزيه، لان الله الاعلان ما فات عاد رغم انها خيار استراتيجي رسميا. غير الله الاعلان فهم كوابل ما زالوا حاكمينها عن تنطلق وتعود فعلا. هذا التفكير الاستراتيجي موجود على الارض. تالي نصوص البلديات ما زاد فيها ياسر من الملاحظات. انت تعرف ذلك على نصوص البلديات، اعلنهم حسب علمي اعلنهم هو الوحيدين من العالم اللي ناقصين اعلن العمده اللي هو راس البلديه على انه يعدل عمله بتطوع. اذا تعرف والله ما تعرف. لا انا عرفته في الليله. هذا 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 خرصت المنطق على انك تعود في دوله جميع اجهزتها وجميع مؤسساتها تشتغل باجور اللي اهم مؤسسه فيها اللي هي البلديه قال لك القانون ناص على انك متطوع. معناها شنو؟ معناها لا تعطي الفاضل من وقتك، معناها لا تعطي الفاضل من جهدك. انت ما تقدر تعود متطوع قال لك اقعد في البلديه على مدار الساعه. مفهوم التطوع لاني انا ذاك اللي فاضل من وقتي فاضل من جهدي له نعطيه، وبالتالي روايه معطيه لها فائض الوقت وفائض الجهد ما تقدر تنمي. وهذا يعني المشكل الحاجز القانوني الوقت في ضغط. ثانيا اشكال الوصايه. الوصايه لها جزء قاع من القانون غير يولي تحتاج تفعيل. ثانيا الوسائل البلديات. انت تعرف الصندوق الجوي للتنميه اللي هو المصدر الوحيد للبلديات، لانه كثير من الزمن ما زاد ساكن في حيز تقريبا 3.5 مليار والبلديات تنزاد. الى اللي قلت لك على ميزانيه استثمار الصفني على انه حدود 3 ملايين، ما نرى كان اللي يجد عليك والله 3 ملايين حدود 3 ملايين فقط سنويا 3 ملايين 200 بالارقام القديمه ولا الارقام الجديده؟ 3 ملايين بالارقام القديمه اللي هي 300 وشوي بالارقام الجديده. هذه ميزانيه الاستثمار. هذيك القرار كنت نقول لك قبيله تحديات ليك 50 قريه حاق 9000 حاق بعد. هذه ميزانيه الاستثمار ايضا مازالت تنقطع مازالت مقبوله مفزوع فورها ياك تنقطع الضرائب. دولة ما هي مستعدة تنازل عن ضرائبها على هذه الميزانيات الضعيفة. هذا الشيء لا يقدر يعدل به. تصور على ان هذا تصور نفسك عمدة وعندك ميزانية الاستثمار اللي هي اللي عندك الا قرية واحدة قاع، ايش لا يتعدل فيها؟ ولا سيما معناها الوسائل اللي ما تخلق وسائل كبيرة. واحنا فهم اللي قال الوسائل الذاتية ما هي خالقة، ما نقدر نقبض ضرائب الناس لانها ما عندها ما تؤدي انشطة قاعدة تقبض منها الضرائب. وبالتالي اللي خالق الصندوق الجوهري للتنمية. يا الله تعدل استراتيجية واضحة تحل محل الصندوق الجهوي للتنمية، بتعود مؤسسات رايحة كبير طيب رغم هاي الصعوبات تقديمكم انتم لحصيلتكم كيف تقديمكم لها وكيف لذلك بديت تعدلوا عمليا للساكنة؟ احنا حاولنا على ان اول شيء بعد نعدلوا جوانب تتعلق ما هي قائمة على الوسائل، تتعلق بالانسجام داخل الفريق البلدي، تقديم نموذج فيه بعيد عن التجاذبات السياسية. وهذا الحمد لله يحصل، لان العمل عندنا كفريق بلدي مختلف احزاب سياسيه قائمه على التنميه. لا قديتوا تقولوا لنا شي عناوين لانه لا هنا عندنا دقائق ياسين نختار نقول بعض الاسئله. لا هنا نقول لك في مجال مثلا مجال المياه. ايوه مجال المياه البلديه لحقنا فيها صونداج واحد الان فيها حدود 12 صونداج. وهون لاهي نشكر فعلا السلطات على تعاطيها معنا واستجابتها لطلباتنا، وهذا يدلنا على الجهات الرسميه احيانا تعود محتاجه لطلبات مقنعه ومتابع جيد. لان احنا اللي عدلنا في السونداج جهتكم كامله مشاريع حكوميه مشاريع الدوله حق بعد طلبات ونتابعه وتعدل. أيوة. وهذا نشكرهم عليه. وظهرنا فعلا لان ربما اللي يتحدث عنه البعض في التمييز ضد بعض المؤسسات نظرا لكونها محسوبه على جهات سياسيه. احنا بعد ما هو حاصل لنا تمييز كبير طبعا انتم نجحتوا محسوبة على معارض حق بعد هم على تدخلات الدوله فيها كانت جيده. طيب وبالتالي ما فهم تمييز سلبي وهذا نشكرهم عليه. ثانيا عمقنا 10 بيار من ميزانيه البلديه. ثالثا زودنا اهل حسيان تقليديين طاقات شمسيه. هذا مجال المياه. مجال التعليم لا نعود بنينا ست فصول دراسيه من ميزانيه البلديه. ورممنا لا يعود يم 6 اخرى من ميزانيه البلديه.
عدلنا قدر من حملات التحسيس والتوعيه حول اهميه التعليم وتمدرس، خاصه تمدرس البنات وفي الفئات اللي الفقيره. مجال الصحه كان فهم نقطه صحيه واحده، فتحنا نقطه جديده وبنيناها، وبنينا النقطه القديمه الان جاهزه هي تنطلق بعد ظرف. نفس قد تعبوا انتم الموارد خارج الموارد الموارد الحكوميه، ما قدرتوا تعدوا العلاقات مع الشركاء شركاء محليين وشركاء النقاط الصحيه الثنتين كلهم مبنيه بتعاون مع بعض المنظمات الاجنبيه مشكوره. بنينا بعض المساجد ايضا، بعض القرى اللي كانت كم تقريبا؟ بنينا اربع مساجد. اربع مساجد. عدلنا قدر، وزعنا قدر من المواد على الادواب والقرى الفقيره. عدلنا جهد تعليمي في ادواب فعلا. كيف كانت عندنا بعض المحاضر اللي نهتم بها وندعمها عن طريق بعض الشركاء. مهتمه فقط بمجموعه ادواب، بعضها للاسف عجزوا اصحابه عن مواصلته، وحنا مازلنا نلوذوا له عن الماده تتبناها من جديد. وبعضها مازال الحمد لله هي مستمر، وكان تجربه رائده لانها تعليم في المواطنين. اذا بشكل عام انتم راضين عن الحصيله؟ لا ابدا، احنا ظاهرنا على ان قدمنا اللي قادرين نقدمه. يا غير الحصيله هذه اللي تطلع على خطتنا وعلى مخططنا التنموي بعيد منه، لكن هذا هو المتاح. اهم من ذاك على ان عدلنا بلديه اقتنعت الناس لانها عندها بلديه تنفع ولا تضر، لان الناس نفعوها ولا ما ضروها، وبالتالي هذا ظاهرنا على انه هو اللي متاح وبعيد من ذلك ان احنا نامل فيه ونطمح له. نحاول نقبض بعض الاسئله، عاد مثلا باقي لنا ربما دقيقتين او اقل. سؤال محمد الشيخ والمحمد الصبار يسال عن الاستراتيجيه اللي اعتمدتها الحكومه، ظهر لنا كانه لاج فتنه فينا عليه. اسماعيل يعقوب الشيخ سيدي ارجو مضيفكم الكريم يجيبنا على الاسئله التاليه: ما رايك في توزيع العلف من قبل المصالح الاداريه؟ هل كان عادلا كافيا؟ لكم للاجئين عليها عدالة، ما الذي فعله هو كعمده منذ توليه منصبه للتعامل مع الجفاف؟ وما رايه في انشاء مراعي مغلقه مثلا؟ هل يعتبر العمده في بريطانيا معينا ام منتخبا؟ هذا اشكال فعلا. هو العمده منتخب، لكن سلطه الوصايه تجعله فعلا القرارات اللي يقبلها المجلس البلدي تحتاج على انها تمر عن طريق الوصايه، وتحتاج وقت من الزمن لياك تعتمدها. وهذا لا يدير قدام على انه قرارات المجلس البلدي على انها ما تعتبر نافذه يكون بعدين تقرها الوصايه. وهذا قد يفهم بعض الناس على انه فعلا هو منتخب، والله لعلن عمد يالله فعلا يوقفوا عند صلاحياتهم لين فكره المراعي المغلقه هذه اللي كنت اقول لك انها الله تعدل في المناطق، وهي اللي توفر الالبان للمشاريع. شو قديتوا تعدلوا انتم في التجارب الماضيه؟ يعني في اطار ذاتي يأتيك ما بشخصي منها مؤسسة البلدية قد تعدل بمواجهة حالة الجفاف. شوف، هي البلدية اللي يتعدل تعدل انطلاقا من وسائلها. أنا واهل إعلان الوسائل شرحتها لهم وبينتها. الشيء يبقى على أن في السنوات الجفاف نعدلوا رؤية واضحة ونمشي رسائل بتشخيص ومقترحات للسلطات، ونساعدوها لا تليخ لك شيء في طريقة توزع طريقة عادلة. وهون لا يقول لك سؤال قبيلي يتعلق بتوزيع الإدارة، لأن السنوات اللي كانت إدارة عود شريك كانت توزيعها عادل، لأن احنا شركاء فيه كاملين، ولا في حد ما فيش تحت شيء. السنة قاعد الإدارة ولا احنا ما نعمل. عن الوقت حكما انتهى، إلى أن عندكم كلمة أخيرة نداء أي شيء تختاروا تختموا به؟ شكرا. نختار أن نوجه نداء من هذه القناة للسلطات وللفاعلين لأنهم فعلا يستدركوا وما بقية، وان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي. ان نرجو ان يصل هذا النداء، وان يصل حتى ولو متاخرا، وتترتب عليه ما يستحقه علينا اهلنا في الداخل وثروتنا الحيوانيه وكل اشكال ثروتنا الوطنيه. شكرا لكم استاذ سداتي والميني على هذا الوقت الذي خصصتم لنا في حلقه الليله من برنامج الصميم، والشكر جزيل ووافر للطاقم الذي اسرف على انجازها، ولكم منا جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، الى حلقه قادمه نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.